أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي ناصر سالم حرص قيادة السلطة القضائية على الاستفادة من دعم الأصدقاء والأشقاء لليمن خلال المرحلة الانتقالية بما يعزز من قدرات القضاء مهنيا وفنيا. جاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس فريق الحكم الرشيد للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ادوارد كريستو وناقش اللقاء مشروع برنامج دعم المنظومة العدلية في اليمن خلال المرحلة الانتقالية والمتمثلة بمعالجة الاحتياجات الفورية للقضاء. وسياده القانون وتنفيذ القرارات المطلوبه لتنميه انظمه العداله، بالاضافه الى اولويات البرنامج للعمل على زياده خدمات العداله وسياده القانون وبناء ثقه الجمهور في الاجهزه العدليه، واشار القاضي سالم الى اهميه التركيز على الجوانب العمليه التي تسهم بشكل فعال في خدمات العداله، من جانبه ثمن رئيس فريق الحكم الرشيد تعاون قياده السلطه القضائيه وتقديم كافه التسهيلات للفريق الاممي.